السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، نكمل في هذه المحاضرة ما تبقى من فصل التسوية. بعد أن تعرفنا في المحاضرة السابقة على كيفية إجراء عملية التسوية وتكملة جدول التسوية، في هذا الفصل سوف نتعرف على أجهزة التسوية. بشكل عام هناك ثلاثة أنواع من أجهزة التسوية بغض النظر عن الشركة المصنعة لها، ولكن تقسم حسب أداء العمل مالتها. فهو لدينا جهاز الدمبي والميال والأوتوماتيك. جهاز الدمبي يعتبر من أقدم الأجهزة المستعملة في أجهزة المساحة، وهو شائع الاستعمال وما زال يستعمل لحد الآن على الرغم من التعديلات البسيطة التي أجريت عليه. وهي أجهزة بصرية جيودية متنوعة في الشكل والحجم والموديل والدقة، تستعمل في المشاريع الهندسية. يتكون من 3 أجزاء رئيسية، هو رأس التسوية، هذا رأس التسوية الجوي اللي بيه اللوحة العليا واللوحة السفلى، هذه تثبت على الركيزة، وهي اللوحة العليا مثبت عليها الجهاز، وعندنا لوالب التسوية لضبط أفقية الجهاز، وعندنا المنظار، هذا كله المنظار ومكونات المنظار، وكذلك عندنا أنبوب الفقاعة اللي نستفاد من عنده في عملية ضبط أفقية الجهاز. هنا تفصيل إلى المنظار. أجزاء المنظار يتكون من العدسة الشيئية، هاي العدسة اللي تفيدنا في عملية رؤية المسطرة، وعادة تتكون من عدستين ملتصقتين أو مفصلتين، الأولى محدبة والأخرى مقعرة. عندنا شنو عدسة التوضيح، هاي نقربها ونصغرها لتوضيح المسافات البعيدة والقريبة. عندنا من خلال لولب التوضيح، وعندنا له قرص تقاطع الشعيرات، هذا بي علامة زائد، هذا حتى تقدر تقرأ بالضبط المكان اللي تريده، يمثل منتصف التقاطع مالته مثل منتصف خط النظر. وعندنا العدسة العينية اللي من خلالها تقدر أنت توضح، هو عبارة عن أنبوب معدني مثبت فيه عدستان أو 4 عدسات حسب الجهاز، ومن خلالها نقدر نحرك حتى نوضح المسافات القريبة أو البعيدة. محاور جهاز التسوية هاي كلش مهمة بالنسبة لك. عندنا أول شيء خط النظر، هذا خط النظر هو الخط الواصل بين نقطة تقاطع الشعيرات ومنتصف الشيئية، عدسة شيئية، يعني ما له علاقة بالعدسة العينية، ما له علاقة بالعدسة العينية، هو خط وهمي واصل بين منتصف الشيئية ومنتصف تقاطع الشعيرات. محور المنظار هو الخط الواصل بين الشيئية والعينية، محور المنظار واصل بين منتصف الشيئية ومنتصف العينية. محور أنبوب الفقاعة هذا وهو خط موازي يجب أن يكون إلى خط النظر، ويكون أفقي عندما تكون الفقاعة بأفقية. وعندنا المحور الرئيسي اللي هو المحور العمودي اللي الواي، ويجب أن يكون خط النظر عمودي على المحور الرئيسي، وخط الأنبوب الفقاعة عندما يكون أفقيا يجب أن يكون عمودي على المحور الرئيسي. عندنا الجهاز الثاني هو جهاز الميال أو الإمال الحركة الرئيسية. شنو هو؟ نفس الجهاز النبي بالضبط، ولكن فيه فد أوبشن معين يفيدك في شنو تغيير الأفقية الجهاز. يعني هنا الجهاز دائما أفقي بالدمبي، هنا لا، ممكن تحركه في زوايا معينة من خلال هنا لولب الميلان، تقدر تميله للفوق أو للأسفل، يفيدك في قراءة المسافات الرئيسية في بعض الأحيان. الجهاز الاوتوماتيكي، هاي الاجهزه الاوتوماتيكيه شنو، انت بعد ما تضبط الجهاز 100% افقيا هو ممكن يضبط نفسه بعدين، او تنطيه انت فد شي تقريبي هو يضبط نفسه 100%، مهما تحركت مهما صارت عندك مشاكل، ضربت الجهاز، ضربت الركيزه، تغيرت الفقاعه، ترجع مره ثانيه الفقاعه تضبط نفسها من جديد. هاي مكونات الجهاز الاوتوماتيكي، نفسها اللي قلنا عليها سابقا، عندنا الارضيه وعندنا فوق، هذا اللي قلنا عليها القاعدة هذه بها الأصلية جوا والفوق، وكذلك عندنا العدسة الشيئية والعدسة العينية والمنظار واللولب التوضيح، وكذلك عندنا محور الفقاعة. أنا آسف جدا طبعا على هاي الإزعاجات اللي موجودة، بس أنتوا قاعد تشوفونها هي موجودة بكل مكان. هاي شو نسوي هالمجتمع المتخلف هذا، ما لا يقدرون حرية الناس ولا إزعاجهم. متأسفين مرة ثانية. نجي إلى أجهزة التسوية. عندنا جهاز التسوية مع ملحقات. شنو عندنا؟
ثلاث انواع. انت هسه من تطلع اقول لك يابا بالمختبر تعالوا احنا نطلع نجري التسويه، شنو راح تاخذ؟ راح تاخذ الركيزه هاي اللي صايره وراكم الصفرة، والجهاز والمسطره. هذني ثلاث اجزاء رئيسيه نستفاد من اتم، وان شاء الله اعلمكم بالمختبر كيفيه نصب الجهاز المساحه. خطوات الجهاز، اولا شنو؟ ننصب الركيزه، نثبتها، نتاكد انه الارجل مالتها ثابته بالارض، نغرسها، ندوسها حتى ما تتحرك. نضبط افقيه الركيزه بشكل مبدئي، نخرج الجهاز من الصندوق ونربطه بالركيزه. ضبط افقيه الجهاز، ضبط افقيه الجهاز راح تكون بهاي الطريقه. اول شيء طريقه رقم واحد او الخطوه رقم واحد، تخلي الانبوب الفقاعه موازي للولبين الاثنين، يعني اي وبي. تحرك اذن اللولبين اما للداخل سويه او للخارج سويه حتى تضبط الفقاعه. من تنضبط بعدين تحركها بشكل عمودي يكون موازي الى اللولب الثالث. تجي بعدين الضبطة، ضبطة العملية. من تخلص هاي الأربع الخطوات فر الجهاز مالتك 180 درجة حتى تتأكد إنه العلاقات مالت الجهاز مالتك ثابتة ما متغير. قلنا ضبط أفقية الجهاز بهذه الطريقة، ضبط توضيح تقاطع الشعيرات، توجيه للمسطرة، نوجه المسطرة ونوضح، والتخلص من ظاهرة عدم التطابق اللي يصير عادة عندك هنا بالميال، إنه الفقاعتين ما مترابطة بشكل عام، بتتحركن حتى تصير تطابق. هاي عمليات الضبط لكل من الأجهزة وهي تقريبا متساوية. مساطر التسوية، هاي عملية كلش مهمة، لازم انت المسطرة مالتك قبل لا تطلع بيها لازم تعرفها، تعرف تقسيماتها، تألفها منين، شنو المكونات مالتها، التقسيمات، درجة الدقة مالتها شقد. هي عادة تتغير، اكو طولها 3 امتار، 4 امتار، 5، تقسيمات مالتها هذه كل 10 سنتيمتر، هاي كل 10 سنتيمتر، يعني اللون الاسود والاحمر كل 10 سنتيمتر، وداخلها التقسيم كل 1 سنتيمتر. بس انت القراءة مالتك دائما تكون شنو؟ الى المليمتر. خلينا ناخذ هاي الامثلة. شوف هسه مثلا الجو هنا عندك، هنا هاي 2.9، تشوف خط الشعيرات عندك هنا متطابق مع الارضية مال هذه ال 10 سنتيمترات الاخيرة اللي هي 2.9. نجي نتحرك لفوق، بتشوف هذا كل تدريجة هنا هي سنتيمتر، فهاي 1 سنتيمتر، 2 سنتيمتر، هاي ما كملت 3، جزء من عدها، فتصير 2.9 سنتيمتر وجزء من عدها. تجي تقدر انت هذا الجزء، الجو المنتصف هسه هذا جو المنتصف بشوية، فمقدرينه 2.923. نصعد هسه هنا تشوف هنا تطابق ويا من وي الخامس، السنتيمتر الخامس 1 2 3 4 5، فصار 2.95. اوكي هاي لا وين متطابق ويا السادس، نهاية السادس صار 2.96، هاي 3 متر، هاي 3 متر وشوية اقل من السنتيم، يعني 5 مليمتر. وهكذا انت هاي العمليات لازم تألفها، وان شاء الله احنا بالمختبر نعلمك على كيفية قراءة المسطرة حتى تقدر تحصل الاليفيشن او الارتفاع بشكل دقيق. هنا هذا واجب بالنسبة لك، شلون تقدر تقيس الارتفاعات واذا كانت المسطرة بشكل مطلوب. اذا كانت هذني النقاط عندك A B C، شنو كيفية قراءة المسطرة؟ اكو عندنا علاقات واجب توفرها في اجهزة التسوية. أذني مثل ما قلت لكم، احنا كل جهاز لازم نفحصه قبل لا نطلع الى الخارج، قبل لا ناخذه نشتغل بيه برا. ليش؟ لان احتمال انه هذا الجهاز تعرض لعملية سقوط. يعني هسه اقول لك انا مثال بالواقع، يعني انت قاعد تشغل الجهاز مالتك و يعني وقاعد تكمل بالعملية، قلت للعامل مالتك قلت له يا بعد خلصت انا والجهاز، خلي الجهاز بالصندوق مالتك. فشو يصير العامل مالتك؟ انه يطيح الجهاز من عنده، فما يخاف يقول لك يابا انه انا الجهاز طيحته، خاف تخسر الفلوس مالته، هو عامل بسيط، فيخلي الجهاز مالته على العيب مالته، يخليه يرجعه بالصندوق. فانت شو تتوقع؟ انت كل يومية تشتغل بالجهاز، تتوقع انه الجهاز ما بيه مشكلة، ما توقعت انه طاح. فيجب ان شنو نتأكد من الجهاز والعلاقات الواجب توفرها بها قبل لا نطلع. فشنو العلاقات؟ بالنسبة للجهاز الدمبي اللي هو احنا راح نستخدمه بالمختبر، علاقتين. الأولى يجب أن يكون محور أنبوب الفقاعة
عمودين على المحور الرئيسي، عندما يكون أفقيا يجب أن يكون عمودين على المحور الرئيسي، هاي واحدة. خط النظر يجب أن يكون موازيا إلى محور أنبوب الفقاعة. خط النظر يجب أن يكون موازيا، ليش؟ لأنه إذا مو موازي، من تضبط أنت أنبوب الفقاعة وتقول هذا أفقي، خط النظر ما راح يكون أفقي، فبالتالي راح تقرأ أنت ارتفاعات مختلفة أو خاطئة. فيجب أن يكون متوازيات حتى هذا من يكون أفقي، خط الأنبوب الفقاعي يكون خط النظر أفقي وياه. فهذه الطريقة الأولى. بقية الأجهزة فقط خط النظر يجب أن يكون موازي لأنبوب الفقاعة بالنسبة للمعيار الأوتوماتيكي. هاي طريقة محور أنبوب الفقاعة عمودي، شلون نتأكد من عدة؟ طريقة تعديل فقاعة طولية، هذني طريقة فحص الوتدين. هاي طريقة فحص الوتدين طريقة كلش مهمة، واحتمال تجيك من امتحان لأن اجت سابقا. هذا تعديل الأنبوب الفقاعة، يعني أنبوب الفقاعة هنا نشوف هنا عمودي على المحور الرئيسي، هنا ما راح يكون عمودي، إذا مو عمودي راح يميل بزاوية معينة. معناته أنت من تضبط هذا تقول هذا أفقي، معناته خط النظر مو أفقي، لأن خط النظر شنو عمودي على المحور الرئيسي. هم راح يسبب لك مشكلة، شلون نتأكد من عنده؟ أكو طريقتين. نجري عملية الأنبوب الفقاعة، تدقيق يعني ضبط أفقية أنبوب الفقاعة باستخدام فقرات 1 2 3 4 اللي سويناها سابقا. شو نسوي بعدين؟ نقلب هذا 180 درجة. من نقلبه 180 درجة؟ إذا تحركت الفقاعة معناتها عندي مشكلة ب إنه أنبوب الفقاعة مو عمودي على المحور الرئيسي. تشوف ايش قد تحركت هاي، اكو مرات فقاعات بيها تدريجي، وتشوف كم تدريجة تحركت، تسويها مسافة اكس، هاي التدريجات كلها مسافة اكس. الرجاحة للرئيسي مالتها بطريقتين، الرجاحة للوضع القديم مالتها الاصلي بطريقتين، يعني من خلال اجرائين. الاجراء الاول انه نغير بانبوب الفقاعة هذا، مو الاثنين متوازيات، لا بوحدة، ندنيها بمسافة مقدارها اكس على اثنين. بعدين اكو عندي لولب داخل الجهاز اسمه لولب تعديل الفقاعة، نكمل المسافة الثانية اكس على اثنين ونرجعها للمركز الاصلي مالتها. ورا ما نخلص هالعملية نعيد عملية التدقيق، نسوي 1 2 3 4 ضبطتها، واسوي الفقرة 5 اقلبها 180. اذا رجعت الفقاعة لمركزها الرئيسي يعني ما عندي بعد مشكلة، اذا تغيرت لا عندي بعد مشكلة ولازم اصحح من جديد. طريقة ثانية تعديل مركز الفقاعة الطولية، نفس الشيء اجري عملية التسوية، هاي تدقيق الفقاعة الأفقية 1 2 3 4 ضبطت عندي. اجي هنا من اسوي بالموازي للفقاعتين الثانية تحركت عندي، نفس الشيء اغير المركز مالتها باستخدام اللوالب الأفقية والعمودية في منتصف المسافة اكس اللي تغيرت. هاي شو راح تصير هاي العملية؟ عملية فقط تعديل مركز الفقاعة، يعني هنا ما عدلناها بشكل، هاي هنا بشكل كامل بعد الجهاز الصحة، لا هنا بشكل وقتي. ليش نلجأ للعملية الثانية؟ لأن أنت ما تندل لولا بالتعديل الفقاعة، ما تندل لوينه، أو الجهاز مالتك ما بي إلا تودي المصلح يلا يسوي لك إياه. فهنا العملية شو نسوي؟ نعدلها بواسطة اللوالب، وهاي العملية وقتية فقط أثناء إجراء التسوية، يعني كل ما تنقل الجهاز إلى مكان ثاني لازم تعيد العملية من جديد. الثانية، الطريقة الثانية أو العلاقة الثانية لازم توفر بالأجهزة، هي شنو يجب أن يكون؟ أن يكون المحور خط النظر أو خط النظر يكون موازي إلى محور أنبوب الفقاعة. أوكي، هاي شلون نتأكد من عدها؟ شلون نتأكد من عدها؟ يجب أن تقوم أنت شنو بعملية قياس يسمونها فحص الوتدين. شنو فحص الوتدين؟ فحص الوتدين يعني تجيب هنا فد نقطتين عندك A و B، تخلي مصدر على نقطة A وتخلي مصدر على نقطة B. الطريقة الأولى شو تسوي؟ تنصب الجهاز في منتصف المسافة بين A و B، ايش قد ما تكون هاي المسافة، مثلا 60 متر، 30 متر، 20 متر، ايش قد ما تكون المسافة. بالمثال مالتنا هذا 30 متر، بس هي بالواقع ايش قد ما تكون عندك، انت تنصب الجهاز بيناتهم. اوكي، شو تسوي؟ تقرأ قراءة رقم 1 على النقطة A، وتقرأ قراءة رقم 2 على النقطة B. أوكي، تشوف هنا أنه الخطأ نتيجة أنه المحور غير متعامد أو غير موازي، راح يصير مثل بهاي الحالة عندنا الخطأ
خط النظر مرتفع، يعني خط النظر لازم أفقي يقرأ على هذا الخط المنقط. ولكن في هاي الحالة الجهاز عندنا خطأ إنه خط النظر مرتفع، فقاعد يقرأ مسافة أكبر، ينطيني قراءة أكبر على المسطرة من القراءة الفعلية بمقدار خطأ هو إي سمول. بما أنه الجهاز منصوب في منتصف المسافة، فمعناته أنه هاي راح يصعد هنا بمقدار إي وراح يصعد هنا بمقدار إي نفس المقدار. فمن هنا أطلع الفرق بالمنسوب بين نقطة أي وبي، راح تنهمل هذني، راح يروح الأخطاء راح تختفي. فلأنه أنا ناصبه في منتصف المسافة، فأقول القراءة في نقطة أي ناقص القراءة في نقطة بي راح ينطيني فد مقدار هو نفس المقدار حتى لو كانت الخطوط هي أفقية. ليش؟ لأن الخطأ هنا متساوي، فناقص الخطأ ناقص الخطأ اختفى الخطأ. فالـ 0.85 هي فرق المنسوب بين نقطة A و B، سواء الجهاز B خطأ أو ليس فيه خطأ. ليش؟ لأن أنا مخلي الجهاز في منتصف المسافة. بس أنا بهاي الطريقة الأولى، الخطوة الأولى، ما أعرف الجهاز مالتي هل هو بيه خطأ أو ما بيه خطأ. ليش؟ لأن قلت لك أنا فرق الارتفاعات بين النقطة A و B هو نفسه 0.85، سواء الجهاز بيه خطأ أو ما بيه خطأ. حتى أكتشف الجهاز مالتي بيه خطأ أو لا، آخذ الجهاز أطلعه خارج المسافة بين نقطة A و B، أخليه يبتعد عن نقطة A بمقدار مسافة 10 متر، ويبتعد عن مقدار نقطة B هي المسافة الكلية اللي هنا 60 متر. شوف هسه من أقرأ على نقطة A وأقطع أول شيء على نقطة B ونقطة A، من أقرأ عليهن المسافات مختلفة، أوكي؟ فمقدار الخطأ اللي راح يصير إذا كان أكو خطأ بالجهاز، مقدار في B ما راح يشابه المقدار الخطأ اللي راح يصير في A. ليش؟ لأن المسافات مختلفة. اوكي، فاقرا على نقطه A واقرا على نقطه B، بيشوف انه A طلعت 2.4 والبي هي 1.53. انقص المسافه 2.4 او نقص الفرق القراءتين 2.44 ناقص 1.53، فطلع الفرق بالمنسوب بين النقطتين 0.91، بينما هنا كان ايش 0.85. معناته الجهاز مالتي بي مشكله، الجهاز مالتي بي خطا، معناته انه المحور خط النظر غير موازي لانبوب الفقاعه. فبهاي الحاله طلعت عندي هنا مقدار خطا هو شقد 0.91، فانه انا الفرق بيناتهم 0.244 وال 0.153 لازم يكون شقد 0.85. اوكي، فمقدار الخطا، الفرق بين هاي وبين هاي هو شقد 0.91 ناقص 0.85، طلع 0.06 سنتيمتر الفرق بالقراءة بين هاي وهاي النقطة. شقد المسافة بيناتهم؟ 70 ناقص 10 60 متر. إذا مقدار الخطأ أقسم 0.06 على 60 متر، مقدار الخطأ هو 1 مليمتر بالارتفاع لكل متر مسافة. قسمت مقدار الفرق بالارتفاع على المسافة الأفقية 0.06 على 60، طلع لي 0.001 متر لكل متر، يعني مقداره 1 مليمتر لكل متر الخطأ. فالقراءة في بي كانت يجب أن تساوي 1.53 ناقص مقدار الخطأ. اشقد المسافة 10 متر، وأنا اشقد عندي مقدار الخطأ 0.001 لكل متر، ف 0.001 في 10 1.53 ناقص مقدار الخطأ، يجب أن تكون القراءة 1.52 في بي إذا كان خط النظر موازي للفقاعة الأفقية. وكذلك بالنسبة لنقطة A يجب أن يكون 2.37. هسه أنقص 2.37 ناقص 1.52 راح يطلع لي 0.85، هو مقدار الفرق الحقيقي بين النقطتين. إذا صار هذا التدقيق عندي وسويته، معناته عندي الجهاز مالتي صحيح. احنا شنو مرات احنا نفرض انه مقدار الخطأ مالتنا مرتفع، لان احنا ما ندري هنا هل هو مرتفع او منخفض، نفرضه مرتفع وبعدين ممكن انه تطلع مقدار الخطأ اذا طلع لك بالسالب فتفرضه مرتفع، واذا بالناقص هو معناته الفرضية مالتك خطأ. يعني اقول لك هنا يمكن معرفة عدم افقية خط النظر وايجاد مقدار ارتفاعه وانخفاضه بطريقة اخرى. يفرض ان خط النظر منخفض، هسه هنا فرضناه منخفض،
هذه هي 2.455 القراءة، زائدا مقدار الخطأ اللي هو x في المسافة، وهاي القراءة 1.53 زائدا مقدار الخطأ في المسافة. اوكي، الفرق بيناتهم هذني لازم يصير 0.85، فهذه ناقصا هذه يطلع 0.85. طلع الاكس ايش قد؟ ناقصا 0.001. ليش ناقص؟ معناته الفرضية مالتي انا خطأ، انا فرضت خط النظر منخفض، هو مو منخفض، لازم شو يصير؟ مرتفع، لان اشارته سالبة. وهكذا هاي العملية شلون نعدلها؟ نعدلها من خلال، يعني هسه انا مو شفت اكتشفت عندي خطأ بالجهاز من ساعة بطريقة فحص الوتدين، فالنقطة اي قاعد اقراها حاليا انا 2.44، لازم شو تصير؟ هي 2.37، والنقطة بي كذلك 1.53 لازم تصير 1.52. هاي شلون اغيرها؟ لازم اغير في قرص تقاطع الشعيرات، اوصلها اغيرها انزلها من 2.44 الى 2.37. شلون اغير هذا؟ اكو عندي لوح تعديل قرص تقاطع الشعيرات، هن اثنين كابلاتين، واحد من فوق لولب ولولب من جوا، ترخيهن اثنينهن وتضب من الفوق، هذا تظل تضب بيه لحد ما ينزل لجوا، فيضبط عندك عند التقاطع عند 2.37، وتخفضهن اثنينهن تغلقهن. هذين الشغلات انت اذا ما تعرفهن، انت ممكن تكتشف الخطأ بهذا التطبيق، بس اذا ما تعرفهن شو تسوي؟ تتصل او تروح الى اركب، يعني اي شخص اقرب مركز صيانة يسوي لك هاي العملية. هذا فد مثال عندي بمقدار الخطأ اعرفه، مثلا يقول لك النقاط اي بي سي دي. اوكي، هذا التوزيع مالتهم، بيناتهم كل واحدة 25 متر، المنسوب مالتهم كلهن 10 متر، كلهن المنسوب مالتهن 10 متر، معناته شنو؟ فرق المنسوب بين وحدة وحدة يساوي صفر. المسافة بين كل اثنين منهما هي 25 متر. نصب الجهاز على نقطة بي واخذت القراءات على نقطة دي و اي، فكانت 2.58 على نقطة اي و 2.53 على نقطة دي. اوكي، احسب انحراف مقدار الخطأ خط النظر للجهاز، هن اثنيناتهم لازم الفرق بيناتهم يساوي صفر. ليش؟ لان منسوبهم كلهم 10 متر. فافرض خط النظر منخفض عندي، افرضه منخفض، فهاي النقطة لازم شو تكون؟ 2.58 زائدا مقدار الخطأ اللي هو المسافة 25 في الاكس، ناقصا البي، البي شو يصير؟ 2.53 زائدا مقدار الخطأ اللي هو شقد المسافة؟ 50 في الاكس، هاي تساوي صفر. طلعت الاكس مالتي 0.002 صحيح، ما دام طلع موجب اذا صدق خط النظر مالتي منخفض، اذا سالب لا، الفرضية مالتي خطأ، لازم معناتها مرتفع، بس هنا موجب اذا صحيح. هسه اصححهن، فالاي هو 2.58 في زائدا 25 في الاكس، طلعت لازم تصير 2.63، والثاني نفس الشيء يصير لازم 2.63، الفرق بيناتهم يساوي صفر، حتى اتاكد انه عمليه التسويه مالتي صارت صحيحه. مصادر الاخطاء، مثل ما قلنا مصادر الاخطاء عامه في كل جهاز، عندنا مصادر الاخطاء الاليه وعندنا الطبيعيه والشخصيه. الأخطاء الآلية مثل ما قلنا ممكن إنه تكون في محاور الجهاز الأفقية وخط النظر غير متساوي، محور أنبوب الفقاعة وغيرها. ممكن يكون خط الخطأ في طول المسطرة نفسها، أكو مثلا المساطر متآكلة مستخدمة لفترات زمنية كثيرة، فالأرضية مالتها تشوفها مو ما مثبتة بشكل صحيح، مثلا متآكلة، فما تبدأ من الصفر، فلازم تتأكد من عندها. الأخطاء الطبيعية مثل ما قلنا، تأثر تحدب الأرض، هبوط نقاط التحول، تغير في درجات الحرارة، من الأخطاء الطبيعية اللي تأثر عندك في التسوية. كذلك الأخطاء الشخصية، عدم شاقولية الفقاعة، أنت ما مثبت الفقاعة بشكل عمودي بشكل أفقي، فبالتالي راح يصير عندك خطأ في القراءة، فقاعة لم تكن متمركزة، ما ضبطت أفقية الجهاز عندما قرأت، استعمال نقاط تحول غير جيدة، وعدم قابلية الراصد على قراءة المسطرة بدقة نتيجة سوء التقدير. نفس الشيء عندنا هنا، مثلا هاي إذا صارت عندك الحالة أنه المسطرة مالتك مائلة بالقراءة، فبالتالي راح تطلع عندك قراءة أكبر من القراءة اللي تحتاجها أنت، في مقدار خطأ عمودي هنا. شلون نعرفه؟ من خلال معرفة
الزاوية هنا عندنا فرق الزاوية الانحراف، ونقدر نطلع مقدار تصحيح الخطأ ايش قد لازم يكون. الأغلاط قلنا تختلف عن الأخطاء، الأخطاء ممكن تصحيحها، الأغلاط ما ممكن تصحيحها. ومنها الغلط في قراءة المسطرة، مثل ما قلنا أنت من تغلط في قراءة الشريط نفس الشيء قراءة المسطرة، مثل ما تقرأها 1.9 تقرأها 1.905 مثلا، فهي راح خطأ. قراءة إحدى شعيرتي ستيديا، يعني أنت ما تقرأ هاي الخط الشعيرة الأفقية بالنص، لا قاعد تقرأ الفوق أو الجوة، نتيجة عدم التركيز أو سرعة بالقراءة، عدم ضبط الفقاعة، غلط في تسجيل القراءات، الغلط في الحسابات، كل هاي أغلاط ممكن أنه تأثر على عملية التسوية مالتك وتعطيك نقاط أسوأ يعني أعلى أو أوطأ من النقطة الفعلية، بالتالي راح تسبب لك مشاكل. هاي العمليات شلون قلنا شلون نتخلص منها؟ مثل ما سوينا بالشريط، أنه الدقة في العمل أما أعلى أو أوطأ تقرأ، يعني العفو تتأنى بعملية القراءة على كيفك وتسجل على كيفك وتتأكد أكثر من مرة، يلا تسجل القراءة راح تجنبك أي مشاكل تحدث أثناء عملية التسوية. ناخذ هذا المثال اللي مرة جبناه إحنا كسؤال بالامتحان. أخذت عملية تسوية أنا، تمت عملية تسوية بين النقطتين A و E، بديت من النقطتين A و E وأخذت نقاط تحولية وسطية اللي هي B و C و D. خلينا نشوف شنو صار عندي بأثناء العمل. يقول بجهاز تسوية ينحرف فيه خط النظر، ينحرف فيه خط النظر عن الأفق بمقدار 0.001 متر لمتر إلى الأعلى. يعني الجهاز مالتك بي تقدر تطلع بيه مقدار فرق بالخطأ، كل قراءة بيها خطأ مشكلة مقدار 0.001 الإكس، يعني هذا اللي طلعناه من الساعة هو هنا نفس الخطأ إكس. بعد شنو الأخطاء؟ وكانت المسطرة عند النقطة أي مائلة بزاوية عن العمود مقدارها 2.866 درجة بعيدا عن الجهاز، يعني المسطرة صايرة بعيدة عن الجهاز مائلة. زين، عند نقل المسطرة من النقطة سي إلى النقطة دي، هذا من النقطة سي إلى النقطة دي، هبط الجهاز في البوزيشن مالتك L3 بمقدار 5 مليمتر. وعند نقل الجهاز من النقطة L3 إلى L4 هبطت المسطرة في نقطة D بمقدار 10 مليمتر. أوجد مناسيب جميع النقاط، علما أن منسوب نقطة C، بس منسوب نقطة C معلوم هو 5 متر. أريد جيب جميع مناسيب النقاط ما عدا النقطة C اللي هي معروفة تجاه العمل بالشكل هذا. القراءات الباك سايت والفور سايت مثبتة عندك، باك سايت فور سايت باك سايت فور سايت باك سايت وفور سايت على النقطة A. المسافات بين النقاط عندك هاي هنا، خلينا بمنتصف المسافة، هنا مو منتصف، هنا منتصف، هنا منتصف. ليش خليناها منتصف؟ حتى نقدر نتخلص من الخطأ الناتج عن انحراف خط النظر. هسه نجي شلون نحل السؤال. أول شيء نرتب القراءات مالتنا ونشوف كل واحدة بيها خطأ أو ما بيها خطأ، وبعدين نجي ننزلهن هنا على جدول التسوية. فنجي للقراءة الأولية 2.155، هذه هاي القراءة بيها خطأ أو ما بيها خطأ؟ بيها خطأ. ليش؟ يقول كانت المسطرة عند النقطة أي مائلة بزاوية 2.866، يعني هاي مائلة هنا رايحة للخارج 2.866، فمعناتها القراءة مالتي مو صحيحة. شلون أصححها؟ نفس العملية سويتها هنا، نفس العملية سويتها هنا. أوكي، يعني التصحيح ما انت راح يكون القيمة ناقص القيمة اللي قريتها أنا يطلع تاني الزاوية. أوكي، فالقيمة زائدا تاني الزاوية يطلع لي مقدار الخطأ. الزاوية ايش قد؟ 2.866، أطلع التان مالتها هذا 0.003 للخارج، فيصير هنا أنقصها مقدار الخطأ مالتها. بيها خطأ انحراف ما بيها، بيها خطأ هبوط جهاز ما بيها، بيها خطأ هبوط مسطرة ما بيها. هذين ثلاث أربع أخطاء اللي صارت عندي
أثناء عملية المسح أو التسوية. أوكي، أجي هاي النقطة ليش ما صار بيها خطأ مال بالجهاز الـ 0.001؟ ليش؟ لأن يعني صايرة الجهاز خليناه في منتصف المسافة، فأي خطأ هنا قراءة أو خطأ واحد يلغي الثاني، فما نحتاج. هاي النقطة 1.643 بيها خطأ ما بيها، نقطة بي ما صار بيها لا خطأ نظر ولا ميلان بالمسطرة ولا هبوط بالجهاز ولا هبوط بالمسطرة، إذا النقطة 1.64 والقراءة ما بيها أي مشكلة. نجي للنقطة 0.55، القراءة 0.551 والقراءة 1.482. شنو المشكلة بيني؟ المسافة بيناتهم ما متساوية. بما أنه المسافة بيناتهم ما متساوية، أوكي، معناتها شنو؟ معناتها هذا الخطأ ما الخطأ نظر موجود، كل وحدة تصحح بشقد بمقدار المسافة مالتها. في الـ 0.551 مقدار المسافة تصحح، مسافة 30 متر في 0.001 تطلع لك هاي الوحدة، وهاي الثانية أيضا تصحح في مقدار المسافة مالتها اللي سويناها اللي هي 20 متر. يعني هاي 30 متر في مقدار خط النظر 0.003، ايش بيه خط النظر؟ إلى الأعلى، ينحرف الأعلى، فحتى أوصل للقيمة الحقيقية لازم أنقص مقدار الخطأ. إيش قد مقدار الخطأ؟ هاي القيمة في المسافة 30 للـ 0.551، هاي القيمة في المسافة 20 للقراءة 1.482. أوكي، زين، أجي القراءة 2.707 ما بيها مشكلة، ما تغير أي شيء بيها مشكلة، ما بيها أي خطأ. شو يقول بعدين الخطأ؟ عند نقل المسطرة من سي إلى دي، يعني من سي كانت ماكو بيها مشكلة، من نقلناها إلى دي، هسه من خليناها بدي، الجهاز صار بيه هبوط بمقدار 5 مليمتر، يعني نزل لجوا، يعني ما قاعد أقرأ القراءة الحقيقية، يعني لازم أضيف مقدار الفرق اللي عندي، يعني هبط لجوا 5 مليمتر، فالقراءة لازم تزيد بمقدار 5 مليمتر. زين، وراها شو يقول؟ يقول وعند نقل الجهاز من L3 لل L4 الدي نزلت 10 مليمتر. الدي ايش قد نزلت؟ المسطرة 10 مليمتر، يعني قاعد اقرأ عن المسطرة انا قيمة اكبر من القيمة الفعلية، لان هي نزلت لجوا، فينقص مقدار الخطأ مالتها. والقراءة الأخيرة ما بها أي خطأ. اوكي، أصحح القراءات مالتي هذني كلهم، وأرجع أخلي جدول التسوية مالتي، الباكسات، الفورسات، وأخليهن رتبتهن. العملية مالتي منين راح تبدي؟ راح تبدي من النقطة سي، لأن معلومة المنسوب، فنقطة سي زائد الباكسات مالتها طلع عندي الاتش اي هنا، ناقص الفورسات مال نقطة دي طلعت المنسوب مالتها 2.5.2299، زائد الباك سايت مالت المسافة في النقطة دي طلع عندي الاتش اي في النقطة دي، ناقصا الاي، الاي بما انه بيها المسطرة مقلوبة فصير القراءة مالتها بالناقص، فناقص ناقص زائد، فصارت 5.881 زائد 2. طلع 7.937. هسه من هنا كملت، اجي لهنا، هذا المنسوب منين اجي؟ عادة يجي من الاتش اي ناقصا فورسايت تطلع هذا المنسوب، فإذا المنسوب زائد فورسايت راح يطلع لي الاتش اي هنا، منسوب زائد فورسايت يطلع لي الاتش اي هنا. زين، الاتش اي منين جاي؟ جاي من المنسوب زائد الباكسايت، بما انه الاتش اي موجود اذا الاتش اي ناقص الباكسايت طلع المنسوب لهنا، وهكذا هذا المنسوب زائد فورسايت لهنا طلع الاتش اي مال نقطة اي، اتش اي ناقص الباكسايت مالتهن مع نقطة اي يطلع لي المنسوب مع نقطة اي. يعني انت تخلي المعادلة مالتك لتقول اتش اي تساوي منين جاية؟ تجي من المنسوب زائد الفور سايد زائد الباك سايد، او الاتش اي ناقص الفور سايد يطلع لك المنسوب. شوف يا هالمعلوم بالمعادلة منقل للطرف الثاني يطلع لك مقدار المجهول. قلنا حتى ندقق عملية التسوية انه عملية التسوية مالتي انا ثابتة ما بيها مشاكل، فالحسابات مالتي ما متغيره، فلازم مجموع الباك سايد ناقص مجموع الفور سايد يساوي اخر اليفيشن ناقص اول اليفيشن.
فصارت عندي هنا باك سايد ناقص الفور سايد، طلعت 2.462، اخر اليفيشن ناقص اول اليفيشن نفس القيمه. اذا الحسابات مالتي داخل هذا الجدول هي متساويه وليس فيها اخطاء. هذا ان شاء الله اشرح لكم اياه بالمحاضره، بسيط، وراح نستخدم عاده احنا في المقاطع الطوليه وليس هنا. عندك عند هنا مجموعه من الامثله اللي تفيدك في عمليه تطوير نفسك في مجال التسويه، وباوع انت مسائل هاي مات السنوات وحاول تحلها، واذا عندك اي مشكله ان شاء الله من راح نسوي مناقشه سويه جيبها حتى نتناقش فيها. وشكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي على المحاضرات القادمه.